دلوقتي هنروح نشوف مع بعض تقرير صورته كاميرا يحكى أنا عن حفل توقيع ومناقشة رواية كوشكو. رواية كوشكو هي رواية تاريخية بتستعرض مصر في الفترة في النص الأول من القرن العشرين، يعني من حوالي سنة 1900 لغاية أواخر أو نص القرن العشرين، وده من خلال قصة حياة شاب نوبي اللي هو كوشكو، اللي هو الرواية متسمية على اسمه، وبنشوفه لما بيجي من هو طفل من القاهرة عشان يخدم في فندق شيبرد، وده كان من أهم وأكبر الفنادق في العالم العربي وفي أفريقيا كلها، ومن خلال بقى حياته في الفندق النماذج الإنسانية اللي هو بيقابلها والشخصيات اللي هو بيتعرف عليها طول رحلته، ومن خلالها بنستعرض مصر كلها تحت الاستعمار البريطاني، اللي هي طبعا كانت فترة مهمة جدا بتشهد كمان صحوة وطنية ضد الاستعمار. كوشكو من الروايات اللي نزلت السنة دي وكانت مهتمة جدا بالجزء التاريخي، وده كان شيء ممتع فيها جدا، خصوصا ان حصل فيها دمج حلو قوي. بيتهيالي ان القراء اللي قروا الرواية هيعرفوا ان هي حصل فيها دمج في العالم كله مش بس في مصر، فدي من الروايات الحلوة اللي انا قريتها عن التاريخ. هو اكيد انا يعني نوع الكتابة ده بيستهدفني خصوصا لما يكون في الشأن التاريخي، يعني انا طبعا بقالي فترة عمالة بقرا في كام روايات وكتب يعني ليها علاقة من الحرب العالمية الأولى والتانية، سواء مثلا على المستوى مترجم أو مصري أو عربي. فنوع الكتابة اللي هو بيكتبها ولاء المرة دي أو الإصدار الجديد ده من نوع من اهتماماتي الخاصة، يعني زي بتاخد فكرة عن الوضع في العالم عامل إزاي، أو بتحاول تشوفها بطريقة أو ببصيرة جديدة ونظرة أخرى. يعني في شخصيات مهمة بحس إن ليها دور في الأدب، بالذات مثلا لو بتعرف أصلا عن تفاصيل حياتها بتعترف تحس إن هي إيه جزء من حياتها، ده بيأثر كمان على كتابتها وطريقة حياتها عامة، فبيبقى مثير للاهتمام الواحد يعرف أكتر عن الشخص اللي بيكتب. يعني قريت كوشكو طبعا، هو أنا صراحة لسه ما كملتهاش كلها، بس إلى الآن هي حلوة برضو وجديدة. جديدة بالنسبة له إن هو ما اتكلمش قبل كده في الأدب التاريخي أو الفكر التاريخي القديم اللي قوي كده، تسلسل في الأحداث، وأخد كمان اللي هو كوش نفسه أذا أن هو شخص تدرج في الوقت من سنة كذا لسنة كذا مروراً بأحداث كتير. هي أول نقول لغاية دلوقتي اللي أنا قريته وصلت له طبعاً ممتازة وحلوة جداً جداً، وأركانها كلها متكاملة قوي.